أهلا بكم إلى فقرة مع الحدث. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عمالقة التكنولوجيا الذين أكدوا التزامهم بمكافحة الهجمات الإلكترونية والاحتيال، كما أبدى بايدن عن رغبته في أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأمان. كما كشفت إدارة بايدن عن أن كبرى شركات الذكاء الاصطناعي قطعت تعهدات طوعية للبيت الأبيض بتنفيذ تدابير للإسهام في جعل هذه التقنية أكثر أمانا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وبماذا تعهد به عمالقة التكنولوجيا، ينضم إلينا من لندن الخبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي إياد بركات. صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح النور. صباح النور. أهلا. إذا بداية، عمالقة التكنولوجيا تعهدوا باحترام المبادئ الثلاثة التي يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي السلامة والأمن والثقة. إلى أي مدى يمكن أن تلتزم هذه الشركات بتطبيق هذه المبادئ؟ سنرى بعض الشركات الكبرى تلتزم، وليس فقط هذا، ولكن تذهب إلى ما هو أبعد في محاولة ضمان السلامة والأمان والخصوصية وما إلى ذلك. ولكن للأسف عدد الشركات التي تدخل هذا المجال هي بالآلاف حاليا. هناك الكثير من الشركات الناشئة التي حصلت على استثمارات كبيرة دخلت في مجال الذكاء الصناعي، لدرجة أنه لا يمكن حتى إحصائها كلها بشكل دقيق، إحصاء ما تحاول القيام به وبنائه، وإحصاء أيضا إن كانت فعلا تلتزم بمثل هذه الأخلاقيات لنسميها، أو المثل التي يحاول الكبار يعني وضعها في مجال الذكاء الصناعي. يعني مثلا شركة مثل أوبن إي آي من فترة بسيطة أعلنت أنها ستوفر ميزانية كبيرة ضخمة جدا، وأيضا 20% من قوة الحوسبة لدى الشركة للباحثين لمدة 4 سنوات لكي يقوموا بدراسة الأشياء السلبية المحتملة التي قد تنشأ عن تطور الذكاء الصناعي، محاولة فهمها ومحاولة وضع سبل وتدابير لمنعها. ولكن هل سيلتزم الجميع وفي كل دول العالم؟ هذا صعب جدا إن لم يكن هناك اتفاق أممي على مستوى العالم. نعم. طيب، هل تكفي هذه الضوابط لضمان سلامة تطور الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه في المراحل الأولى من تطوره ويمكن أن يشهد نموا متسارعا في الأعوام المقبلة؟ هذه الضوابط هي فعلا أضعف الإيمان، ويمكن تسميتها أنها ضوابط مثلى وعليا، سوف تحتاج إلى الكثير من الضوابط والأفكار حولها. حتى الآن لا أحد يعلم بشكل دقيق كيف ستكون الأمور. نحن نعلم أن هناك سوف يكون تهديد وخطر على الوظائف، على حياة الناس، أسلوب حياتهم، وأيضا ربما يكون هناك في المستقبل البعيد خطر على وجود الإنسان حتى. ولكن حتى الآن كلها ما زالت تصورات غير مدعومة بدراسات حقيقية وبرؤية حقيقية، تحتاج إلى التدقيق وتحتاج إلى الوقت. ما نحتاجه فعلا خصوصا في هذه الفترة هي نفس الجهد والاستثمار الذي يوضع لتطوير الذكاء الصناعي. يجب أن يكون هناك استثمار مماثل وجهد مماثل للبحث والتعلم ومحاولة وضع مثل هذه الضوابط ونشرها بين الشركات عالميا، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل دول العالم. نعم، هذه الجهود والاستثمارات كما ذكرت إياد تم التركيز عليها خلال اجتماع البيت الأبيض من خلال ضرورة حماية المستخدمين. أي إجراءات يمكن تطبيقها لحماية المستخدمين في هذا الفضاء الواسع الذي يشهد نموا متسارعا؟ هناك أمرين، الأمر الأول والذي يتم يعني الابتعاد عن نقاشه في أغلب الوقت، أن الذكاء الصناعي سوف يأتي بفوائد كبيرة جدا وعظيمة جدا على الناس، ولكن يجب أن يكون الخطر الأول هو أن هذه الفوائد لن يكون توزيعها بشكل عادل، وسوف يستثنى منها الكثير من الطبقات المهمشة والفقراء، سواء كان ذلك جغرافيا أو طبقيا أو ماليا في الدول الغربية. هذا الأمر هو خطر يجب مناقشته، لأنه إن تم إهماله سوف يؤدي إلى قلاقل كبيرة جدا حتى في الدول الغربية في المستقبل. الخطر الثاني الذي يعني نحتاج فعلا التفكير به أن خلال هذا العام والعام القادم سوف يكون هناك خسارة كبيرة للكثير من الوظائف.
كيف يمكن أن يكون هناك دعم للموظفين للخريجين الجدد لكي يكونوا مسلحين بالذكاء الصناعي لكي يستطيعوا أن يحافظوا على وظائفهم ورزقهم. الخطر ليس في المرحلة القادمة ليس هو الذكاء الاصطناعي ضد البشر، ولكن سوف يكون الناس الذين يستطيعون استخدام الذكاء الصناعي مقابل أناس لا يمكنهم استخدام الذكاء الصناعي أو ليس متاح لهم. طيب عفوا إياد، كيف يمكن توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي لتفادي هذه المخاطر التي تم الحديث عنها في أكثر من اجتماع وأكثر من مرة؟ يعني نحن الآن أمام سيف ذو حدين فعلا، فمن جهة أنا أشجع أن يكون هناك انتشار وتعليم واسع لأدوات الذكاء الصناعي عالميا، ومن الجهة الأخرى نقول أننا بحاجة إلى وضع ضوابط وأخلاقيات. أعتقد أن الأمرين يجب أن يكونا في نفس الوقت، يعني هنا يجب أن يكون هناك نشر وتوعية وتعليم للكثير من الموظفين كيف يستخدمون الذكاء الصناعي، لأن موظف يستخدم الذكاء الصناعي سوف يتغلب على أي موظف آخر لا يستخدمه. هذا نفس الشيء للأطباء والمهندسين وكل فئات العمل، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك جهد موازي ومساوي إن لم يكن أكثر لوضع الضوابط ووضع الأخلاقيات، وأيضا محاولة استشراف المستقبل إن كان هناك أضرار كبيرة جدا سواء على حياة الإنسان على البيئة أو حتى على طبيعتنا البشرية. نعم، هذه الأضرار التي تم الحديث عنها والمخاطر التي يمكن أن تواجه البشرية من خلال استخدام هذه التقنية الذكاء الاصطناعي تم الحديث عنها أكثر من مرة، خاصة وأنه عقد جلسات لمجلس الأمن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كان قد حذر من أن الذكاء الاصطناعي هو خطر يهدد البشرية. لماذا كل هذا التخوف من الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات خاصة البيت الأبيض؟ نعم، يعني ما تم مناقشته في مجلس الأمن هو هذا الخطر من الذكاء الصناعي خصوصا في مجال التسلح والتسليح. هناك كما نعلم هناك ومنذ 100 سنة الماضية هناك سباق في التسلح بين الكثير من الدول سواء الصين أو الولايات المتحدة أو روسيا. إضافة برامج الذكاء الصناعي للكثير من الأسلحة سوف تجعلها أكثر فتكا وأكثر قدرة على ربما أن تقرر على أن تكون بإعدام ناس بقتل ناس، أن تكون أدوات قتل ذاتية الحركة وذاتية القرار. هذا يمكن أن يسبب بسيناريو كارثي جدا على العالم. إن تمكنت هذه الآلات أو هذه الروبوتات في المستقبل أو برامج الذكاء الصناعي من أن تقرر مثلا أن تبيد فئة معينة من البشر أو تتخلص منهم أو أن تخرج عن سيطرة الجيوش التي تبنيها، هذا سيناريو حقيقي ويجب أن يكون هناك اتفاق عالمي لتفاديه. هل يحصل هذا الاتفاق؟ هذا صعب جدا، لأنه الكثير من الأحيان هذه الدول لا تتفق مع بعضها البعض وتقرر أن تذهب إلى سباق تسلحي لأن هذا ما تعرفه وتعودت عليه. حتى هذه الضوابط إياد يمكن أن تستغرق وقتا لتطبيقها. نعم، تستغرق وقتا طويلا، وأيضا ربما لا يوجد هناك يعني ليس فقط اتفاق ولكن نية لبعض هذه الدول أن تقوم بمثل هذه الخطوات، لأنها سوف تفكر أن الدول الأخرى تريدها أن تتخلف عن موضوع تطوير الذكاء الصناعي واستخدامه استخدامات عسكرية، وبالتالي لا يوجد هناك ثقة بين هذه الدول خصوصا الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. هذا العرض جاء مطالبة من بريطانيا من الوزير البريطاني الذي يريد أو يحاول أن تكون لبريطانيا يعني دور قيادي في ليس فقط في تطوير الذكاء الصناعي ولكن أيضا في وضع الأسس والأخلاقيات لاستخدامات الذكاء الصناعي. نعم، سيحتاج وقت وسيحتاج نوايا صافية وسيحتاج جهد كبير لكي يتحقق. نعم، إدارة جو بايدن كشفت أن كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت أمازون وميتا وغيرها قد تعهدت أو قطعت تعهدات طوعية للبيت الأبيض بتنفيذ تدابير للإسهام في جعل هذه التقنية أكثر أمانا. نتساءل هنا لماذا طوعية وليس إجبارية يعني حتى تنظم هذه التقنية التي كما ذكرنا تشكل خطرا على البشرية؟ يعني لنكن منصفين مع هذه
الشركات. هذه الشركات طبعا ليس لها نوايا سيئة ضد المستخدمين أو ضد المجتمع أو حتى العالم، هي تحاول أن تكون ربحية أكثر، تحاول أن تكون منتجاتها أكثر استخداما، سواء كانت منتجات الذكاء الصناعي وغيرها. هذه الهموم ليست فقط هي هموم البيت الأبيض، ولكنها أيضا هموم الإنسان العادي، المستخدم العادي. فهذه الشركات تحاول أن تقدم يعني تطمينات للسوق وللمستخدمين العاديين أنها تحاول فهم المخاطر وتجنبها. ثانيا يعني ايضا الكثير من دق جرس الانذار في اغلب الاوقات كانوا موظفين في هذه الشركات وقياديين في هذه الشركات التي سميتيها، واغلبها تضع برامج وتحاول لدراسة المخاطر وايضا لمحاولة فهم هذه المخاطر وتجنبها. فالقيادة حاليا تأتي من هذه الشركات وهذا أمر جيد، ولكن ربما تحتاج إلى أكثر، وأفكار هذه الشركات تحتاج إلى تشريعات قانونية أيضا لمساندتها. نجد أن أغلب المطالبات بتشريعات وضوابط قانونية تأتي من هذه الشركات وأيضا من يعملون في مجال التقنية، ولكن دائما البيروقراطية تكون تسير بشكل أبطأ، ويكون هناك وتحتاج إلى وقت طويل لإصدار القوانين والتشريعات. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي إياد بركات، كنت مباشرة معنا من لندن على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك. نشكركم أنتم مشاهدينا على وفائكم، باقي فقرات برنامج صباح نيوز مستمرة دائما وإياكم.